برنامج انا اشوفه مختلف تماما. في ايه بقى البرنامج ده؟ اختلافه في انه ترويج لكل ما هو جميل وبديع في مصر بشكل مختلف. اولا ما فيهوش الحاله المباشره بتاعت المكان ده جميل، المكان ده حلو، وزوروا المكان ده والكلام ده خالص. البرنامج هو برنامج نجوم السماء، علشان ما عملكوش فزورها يعني. لما تلاقي برنامج بهذا الشكل وبهذا الانتاج وبهذه التقنيات ويبقى المنتج النهائي الحلقة أو البرنامج ككل رائع للدرجة دي، كأنك بتتفرج على برنامج من البرامج التي تنتج في أوروبا أو تنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، تبقى سعيد قوي لما تلاقي أن كل صناع البرنامج مصريين. الإخراج مصري، المونتاج مصري، التصوير مصري، زملائنا الأعزاء وأصدقائي يعني على سبيل المثال نبوي وكريم الشامي، الاثنين من صناع هذا البرنامج، مخرجين البرنامج. يعني حاجة بتفرح بصراحة، وحاجة تفرح جدا جدا جدا. مش بس انك بتشوف أصدقائك هم بيعملوا حاجة حلوة، لما تشوف زملاء ليك في المهنة من هنا من بلدنا في مصر بيقدم لك منتج زي اللي انت شايفه قدامك على الشاشة. الله، ده قدامك ورايا في نفس الوقت. يعني كل حاجة في البرنامج مظبوطة بالملي، مفيش حاجة بعد كده. وبعدين الرائع كمان انه نجوم مصر كلهم مشاركين في هذا البرنامج. وخلونا الاول نرحب بالنجمة رانيا يوسف معانا على التليفون. اهلا بيك يا رانيا، وكل سنة وانت طيبة ورمضان كريم. الله اكرم. اهلا يا يوسف، وكل سنة وكل الناس طيبة. وخليني في البداية برضو اقولك ابدعتي في المماليك يا رانيا. انا تابعته كله من الجلدة للجلدة زي ما بيتقال. ربنا يخليك. راني قولي لي على تجربتك اولا في البرنامج. انت قبل كده عملتي باراشوتنج؟ عملت قبل كده في اسبانيا في كوستا برافا، مكان اسمه كوستا برافا متخصص في الباراشوتنج. عملته قبل كده، بس الحقيقة انه تجربة في مصر مختلفة خالص، لانه انت بتشوف البلد من فوق شكلها حلو قوي. انا اولا نطيت من شرم الشيخ. ماشي. شرم الشيخ يعني الفيو من فوق وشكل البلد بالبحر بتاعنا، بلون البحر بتاعنا مختلف تماما تماما عن لون البحر في اسبانيا. مع ان انا من عشاق اسبانيا، لكن الحقيقه انا من عشاق بلدي اكتر، لانه أكيد. بحر بلدنا ما فيش زيه في العالم. يمكن معرفش اذا كنت تعرف ان انا كنت مضيفه قبل كده زمان، يعني اول ما ابتديت حياتي. أيوة. فانا لفيت العالم وشفت شواطئ العالم وشفت بلاد كتير قوي، ما شفتش في جمال شواطئنا ولا في الرمله بتاعتنا ولا في لون البحر بتاعنا ولا في جمال شواطئنا ولا الرمله بتاعتنا ولا الجو بتاعنا كمان. جونا، الجو اللي احنا بنتميز بيه جو دافي. فالحقيقه انا استمتعت بالتجربه جدا جدا جدا. طب رانيا، بما انك انت بقى محترفه باراشوتنج، السؤال بقى، انت عارفه احنا تلات ارباعنا عنده عقده الخواجه، فيجي يقول لك بص انا ممكن اعمل باراشوتنج في اسبانيا، اعمل في امريكا، اعمل في تايلاند. اجي عند مصر واللي ما بلاش وقلق. لا 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 خالص، بالعكس، ده انا اعملها وانا عينيا مغمضه. انا يا ولد. انا اثق في ولاد بلدي ثقه عمياء. اولا محترفين الى اقصى حد، مواعيد، انتظام، مسؤوليه، احتراف، يعني فريندلي قوي، كانوا يعني لطاف جدا، مطمنه ان انا في وسط ولاد بلدي. ده بالعكس، ده بالعكس جدا. ده انا لو كان جرالي حاجه بره ما كانش حد يعرف انا جرالي ايه. لا لكن لا لا، ربنا يحفظك. لكن هنا في مصر لا طبعا، في وسط ولاد بلدي لا طبعا، انا مطمنه اكتر في بلدي وفي وسط ولاد بلدي طبعا. حلو جدا. تكرري التجربه دي تاني في حته تانيه؟ ده انا اكررها كل ما اروح. انت عارفني مجنونه وغاويه شقاوه، اكررها كل ما اروح. ده انا لازم اكررها. وعلى فكره انا بعت لبناتي وقلت لهم انا عملت كذا، قالوا لي برافو يا مامي، ولازم نعمل مع بعض، يعني ان احنا نعمل كده تاني كلنا مع بعض. فقلت لهم يلا انا بشجع. ايه ده يعني تشجعي البنات كمان يجربوا؟ طبعا. بص يا يوسف، هو الواحد كل ما بيكبر شويه كل ما بيبقى بيزيد عنده الخوف، فانت لازم كل فتره تعمل حاجه تكسر بيها حاجز الخوف اللي بيتبني مع العمر. انه احنا واحنا صغيرين في السن قوي بنبقى مندفعين ومش حاسبين ابعاد
اي ريسك بناخده، لكن كل ما بنكبر شويه كل ما الخوف بيزيد على اولادنا على حياتنا على حاجات كتير قوي. ما بيبقاش خوف على نفسك على قد ما بيبقى خوف على اللي حواليك اكتر، ان انت ان في ناس ماسكه فيك اكتر فانت خايف عليهم. فكل ما بتكبر كل ما حاجز الخوف بيزيد عندك اكتر. انت لازم كل فتره تعمل حاجه تكسر بيها حاجز الخوف ده وترجع تاني طفل تلعب وتعمل حاجات مجنونه وتبقى مندفع وتبقى شقي وتبقى لطيف وتعيش تاني من جديد. بس نجرب يعني، انا مستعد اجرب وانا على مشارف الـ50 مفيش عندي ازمه يعني. الكلام مشجع بصراحه. وعلى مشارف الـ90 كمان تجرب وماله، ما يجراش حاجه ما يضرش، بالعكس هتبقى تجربه اكيد لطيفه. رانيا ايه اللي جاي بقى في الدراما والسينما؟ كان للاسف كان مسلسل، كان ليا مسلسل نازل بس للاسف ما لحقناش نخلص، اسمه عالم تاني. للاسف ما لحقناش رمضان لان احنا ابتدينا متاخر وعملنا له دعايه متاخر وكده، فما لحقناش نخلص. اوكي، فربنا يسهل ويتعرض بعد رمضان يا رب. وفرصه انه دلوقتي بقى ما بقاش عندنا موسم رمضان بس، بقى احنا عندنا السنه كلها مواسم. بالظبط بالظبط، الحمد لله. اشكرك جدا 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 يا رانيا، وبالتوفيق دايما. انا على التجربه الحلوه، وعايز اقول لك ان انا دايما بقول دايما بشبه بلدي انها ست جميله قوي. اه والله قوي، بس عايز يعني دايما تبقى عايز تبين جمالها، والحقيقه ان البرنامج ده فعلا بين جمال مصر. صحيح. حقيقه عندك وانت حق. هتشوف على مدار 30 حلقه اماكن يمكن احنا نفسنا كمصريين ما نعرفش انها موجوده في مصر من جمالها، فاحنا هنشوف حاجات حلوه قوي في الحلقات الجايه، اماكن تحفه في مصر. انا بشجع السياحه الداخليه جدا 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 جدا. والله كلنا معاكي، انا بشكرك جدا على التجربه، اشكرك على التليفون، اشكرك على تشجيعك بالمناسبه للسياحه الداخليه في مصر. كل الشكر ليكي النجمه الكبيره رانيا يوسف. بالمناسبه الحلقه اللي انتم شايفينها قدامكم على الشاشه ده جانب من الحلقه بتاعه رانيا يوسف في نجوم السماء، والبرنامج بيتذاع هنا على القناه الاولى الساعه كام يا جماعه؟ بيتذاع بعد اذان المغرب مباشره. يعني انا ادعوكم وانتم بتفطروا كده، هوب افتح القناة الأولى اقعد اتفرج على نجوم السماء، هتستمتع جدا. هتستمتع بإيه بقى؟ هتستمتع بأماكن جديدة، هتستمتع بمواقع جديدة. بالمناسبة أنا بعتقد، أنا واحد من الناس اللي بتعتقد إن إحنا أغلبنا ما شفناش أغلب مصر. يعني أنا ساعات كتير بقعد أفر كده على التيك توك لقيت تشانل لطيفة خالص بتتكلم على إيه؟ بتتكلم على الأماكن المختلفة اللي في مصر، مش عارف إيه في أسوان وإيه في سيوة وإيه في البحر الأحمر وإيه في الوادي الجديد. اكتشفت إن أنا ما شفتش حاجة تقريباً، وأنا أدعي إن أنا مشاء متجول وبسافر كتير. فتخيل إحنا ما شفناش على الأقل 70-80% من بلدنا. فأنا أدعوكم أنكم تتابعوا برنامج نجوم السماء كل يوم بعد الفطار مباشرة. هتتفرج على حاجات كتيرة في البلد، وهتشجعك أنك تروح تتفرج وتزور وتجرب. توكلوا على الله في نجوم السماء.